ما معنى اسم لقمان؟ هو اسم عالم مذكر من أصل عربي ومعناه الرجل الكثير اللقم، هو الأكل التلقام، من الفعل لقمة أي أكل سريع. الناس لم يسموا به على هذه الصفات بل على اسم لقمان الحكيم الذي ورد ذكره في القرآن الكريم كما في التنزيل ولقد آتينا لقمان الحكمة، الآية 12 من سورة لقمان، ولهذا عرف بالحكيم. ولقد كان لقمان من قوم عاد في طليعة المعمرين في العالم بعد الخضر، وقد حدد المفسرون والمؤرخون عمره ب560 سنة، وزاد بعضهم عمره على ذلك، وذكروا أنه طلب من ربه أن يعمر طويلا فأعطاه طلبه، وعمر عمر 7 أنسر، ولذلك عرف بلقمان النسور. ولقد كان مسلما لله يؤيده قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. من صفات حاملي اسم لقمان أنهم شخصية تقليدية يفكر بطريقة محافظة من النوع الدؤوب، مما يعني أنه لا يشعر بالراحة حتى يحقق ما يصبو إليه، وفي الغالب هو قادر على ذلك بإذن الله. لديه ذكاء شديد وبصيرة ناقدة، وهو من النوع الذي يثبت عند الشدائد والمواقف الصعبة. ومن المشاهير الذين حملوا اسم لقمان لقمان الحكيم، وكذلك لقمان أحمد.